معي هنا كبير الصحفيين الفلسطينيين ومدير قناة الجزيرة في القدس المحتلة سيد وليد العمري. سيد وليد، كيف تنظر إلى المؤتمر الذي انتهى قبل قليل؟ وهل كصحفي فلسطيني كمدير قناة مكتب الجزيرة أديتم على الأقل جزء من إبلاغ على هذه الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؟ ما نبحث عنه هو أن نحقق العدالة لزميلتنا الراحلة شيرين أبو عاقلي في المحافل الدولية أيضا. لذلك هذا المؤتمر نأمل أن يشكل انطلاقة في من قبل المجتمع الدولي للتحرك، وليس فقط البقاء متواجد وينظر إلى ما يجري. فجريمة قتل شيرين أبو عاقلي أصبحت ملابساتها واضحة بالكامل، ولم يعد بمقدور الطرف الإسرائيلي وقوات الاحتلال أن تحاول أن تطمس الحقيقة أو أن تلوي عنق هذه الحقيقة. هناك 4 تقارير تحقيقية، منها تحقيق النائب العام الفلسطيني وهو تحقيق قوي جدا، وقبله كان هناك التحقيق الذي أجرته CNN وكذلك AP، وتحقيق رابع أجراه موقع هولندي. جميعها أكدت على المعلومات التي كانت الجزيرة قد نقلتها حول الملابسات، لذا الحقيقة واضحة والملابسات واضحة، ولا بد من أن يكون هناك تحركا على كافة الصعد الدولية والحقوقية من أجل وضع حد، وإلا لن تكون شيرين آخر صحفية أو صحفي تقتله قوات الاحتلال. القانونيون والحقوقيون هنا في هذا المؤتمر أجمعوا على الأدلة الكافية من أجل استرجاع حق الصحفيين الفلسطينيين الذين سواء أصيبوا أو قتلوا، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. هل تظن أن محكمة الجنايات الدولية ستسرع بالتحقيق؟ وكما استدلوا هنا في المؤتمر قالوا نريد أن يتم تسريع التحقيق على غرار ما وقع للصحفيين في أوكرانيا. طبعا نحن نشكرهم ونشكر كافة المؤسسات والجهات التي تدعم وتتعاون مع الجزيرة. الجزيرة اتخذت قرارا بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد أعلننا عنه هنا في هذا المؤتمر. وهذا القرار هو بالذهاب قرار خاص بالجزيرة، ومن يريد أن يقدم العون نرحب به. محكمة جنائية دولية نخشى أن تكون تخضع لضغوطات واعتبارات سياسية كثيرة مثل ما جرى في قضايا أخرى، لكن قرارنا نحن في الجزيرة هو الذهاب للجنائية الدولية ولكل هيئة قانونية أو تشريعية في هذا العالم من أجل تحقيق العدالة لمراسلتنا شيرين أبو عاقلي، وكذلك للمنتج الميداني الذي كان برفقتها علي السمودي. لا يمكن لنا أن نتغاضى أو نقصر في هذا المجال، هذا واجب علينا القيام به ولن يمنع الجزيرة أحد. بالنسبة لممثلي الجهات القانونية الذين تواجدوا في المؤتمر مشكورين والذين تحدثوا، هذا يتطلب عملا مشتركا من الجميع من أجل أن يكون هناك ثقل دولي في محكمة الجنائية الدولية يمنع إسقاط هذه القضية في وقت لاحق، خاصة وأنه كما تفضلت أجمعوا كلهم على أن الأدلة كافية لإدانة إسرائيل. مدير مكتب الجزيرة في القدس المحتلة وليد العمري، شكرا جزيلا لك.